هي رؤية جديدة في فيزيولوجيا المنعكس الشوكي، ستصطدم لا شك بالرؤوس الحامية أنصار القديم التقليدي. مع ذلك أردتها جديدة معاصرة منسجمة وقناعاتي وميسرة تفسير ما استعصى على الفهم زمنا طويلا. في الحالات الطبيعية أرى أن الدماغ يبقى مهيمنا على جميع الوارد الحسي كما وعلى جميع الصادر الحركي، كل المعطيات هي ملك يمينه، يعمل فيها درسا وتحليلا، بعدها يكون له القرار في ردة أو ردود الأفعال المناسبة. وفي هذا يكمن الجديد المحدث الذي أدعيه. دارة المنعكس الشوكي في لبوسها الجديد تجدوها تفصيلا في هذا العرض.